السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متابعينا الأوفياء الزلف اللون. مرحبا يسون إلى ما كنتم وحيثما تواجدتم في المقدمة الرياضية لنهار اليوم والتي سنخصصها للاستقبال الشعبي والأسطوري والحاشد للبطلة الجزائرية والفحلة والمرأة والأولمبية العالمية إيمان خليف. جمهور من ذهب وسكان ولاية مدينة تيارت وحتى كل الذين يحبون إيمان خليف والذين جاءوا من كل الولايات الأخرى، وهذا من أجل تشجيعها ومن أجل دعمها ومن أجل الوقوف معها أكثر، حتى يعلم العالم وحتى يكتشف الجميع بأن إيمان خليف هي جوهرة من جواهر هذا البلد. والجزائريون سواء كانوا من تيارت أو من تمن راست أو من تيزي وزو أو من كل الولايات يحبون ويدعمون ويشجعون البطلة الأولمبية إيمان خليف. هو استقبال أسطوري واستقبال كبير يليق بمقام البطلة الأولمبية التي لم تلاكم فقط منافسيها بل لاكمت أيضا الأعداء الذين كانوا يحاولون التأثير عليها، كانوا يحاولون إحباط من معنوياتها، كانوا يريدون إفشالها وإخراجها من المنافسة، لكن القدرة الإلهية وقوة إيمان خليف فوق الحلبة كانت لهما كلام آخر ووزن آخر. الذهب لا يليق إلا بالذهب، وإيمان خليف أهدت للجزائريين الذهب، وهو مكان استقبال كبير نشاهد في هذه الصور. شكرا بها على هذه الصور. استقبال كبير وحاشد وغفير، تستحقين هذا يا إيمان خليف. وحتى جمال سجاتي الذي تم وضع صورته في الحافلة المكشوفة المخصصة له من طرف شركة إيتيزا، إلى أنه لم يكن حاضرا بسبب بعض الارتباطات، لكن سجاتي أيضا هو بطلنا، هو مشروع مستقبلي، هو مشروع بطل أولمبي بطل عالمي، وندعمه مثله مثل كل الرياضيين الأولمبيين الذين يرفعون العلم الوطني. هو استقبال كبير، استقبال ضخم يليق بإيمان خليف، يليق بجمال سجاتي، يليق بكل بطل، بكل شخص يقدم الإضافة لهذا البلد، يقدم ويسعى من أجل أن يرفرف العلم الوطني وأن يدوى النشيد الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.